والأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكينا المرة اللي فاتت عن حملة محمد علي باشا على بلاد الشام، وحكينا عن الامتيازات الأجنبية بالخلافة العثمانية، وحكينا عن الجيش الانكشاري وكيف التمرد اللي قام فيه الجيش الانكشاري أدى إلى إضعاف الخلافة العثمانية. ولكن أهم سبب من أسباب انهيار الخلافة العثمانية كانت الحرب العالمية الأولى. فاليوم بدنا نحكي عن الحرب العالمية الأولى والأوضاع السياسية بالدولة العثمانية قبل الحرب العالمية الأولى والأوضاع السياسية بأوروبا. عام 1877 قامت الحرب الروسية العثمانية، وبهاي الحرب قامت روسيا باحتلال مناطق في شرق الأناضول. طبعا العلاقة ما بين روسيا وتركيا راح نحكي عنها اليوم بشكل كثير وبشكل موسع، لأنه روسيا القيصرية أو الإمبراطورية الروسية هي السبب الرئيسي اللي كانت في دخول الدولة العثمانية إلى الحرب العالمية الأولى، ومن أهم أسباب إضعاف الدولة العثمانية. أضيف إلى ذلك أن الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية العثمانية الثنتين انهارن آخر الحرب، فالثنتين كانوا متنافسات والثنتين خسرن آخر الحرب. طيب هسا بداية خلينا نحكي عن الأوضاع السياسية داخل الخلافة العثمانية. قبل أن نبدأ بالموضوع يجب أن نفرق بين مصطلحين، مصطلح عثماني ومصطلح تركي. العثماني اسم جامع لكل الأعراق اللي كانت موجودة في هذه الخلافة العثمانية أو في هذه الدولة العثمانية، يعني بيشمل العرب والشركس والدروز والأشوريين والمسيحيين والبلغار والأتراك، كل هذول كان اسمهم عثماني. ولكن التركي هو عرق واحد فقط من الدولة العثمانية وهم بسموهم الأتراك. فالآن اللي صار، الخلافة العثمانية كانت تدير الولايات والدول اللي تحت سيطرتها ضمن نظام فيدرالي، يعني هي إلها السيطرة وإلها الحماية وجباية الضرائب، أما إدارة الأمور المحلية وإدارة الأمور الداخلية فتركيتها لقيادات في هاي المجتمعات. بكونوا مرات شيوخ عشائر، بكونوا مرات رموز دينية، بكونوا قيادات شعبية، قيادات مجتمعية، كان هذول إلهم حق إدارة الأمور الاجتماعية في هاي البلدان، ولكنهم تحت إمرة الخليفة العثماني. وحتى كان في قانون اسمه قانون الطوائف والملل. هذا القانون كان ينظم أمور غير المسلمين من حيث أحوالهم الشخصية وأمورهم الاجتماعية مثل الطلاق والزواج والميراث. تعرفوا أنتم كثير في اختلاف ما بين أتباع الديانات والمعتقدات المختلفة في أمور الأحوال الشخصية مثل الطلاق والزواج والميراث. فهذا القانون الطوائف والملل كان ينظم الأمور هاي ما بين أتباع الطوائف والديانات الأخرى الموجودة من غير المسلمين داخل الخلافة العثمانية. حتى هذا القانون كان يشمل ينظم عمل أصحاب الحرفة الواحدة، يعني إشي زي النقابات العمالية هسه أو النقابات المهنية هسه. وكانت الخلافة العثمانية فيها نوع من التسامح الديني أو درجة كبيرة من التسامح الديني. هذا التسامح الديني خلى المسلمين واليهود اللي تعرضوا للاضطهاد بمحاكم التفتيش بإسبانيا عام 1492 إنهم يهاجروا إلى الدولة العثمانية. فاليهود هاجروا من أوروبا الغربية إلى أوروبا الشرقية، والمسلمين هاجروا إلى شمال أفريقيا. فكانت الخلافة العثمانية دولة تسامح ديني واحتوت الناس المضطهدين دينيا بالمناطق الأخرى. الحكي هذا مع مرور الوقت أدى إلى نشوء ناس اسمهم يهود الدونمة. يهود الدونمة هم ناس أتباع الديانة اليهودية، ولكنهم كانوا يظهروا بالعلن أنهم مسلمين، ولكن في الباطن هم أتباع الديانة اليهودية. طب ليش الحكي هذا بصير؟ ما هو أصلا إحنا قلنا الدولة الخلافة العثمانية كانت دولة تسامح ديني. ليش اليهودي والمسيحي وأي شخص من غير المسلمين بمارس حريته الدينية بكل راحته؟ ليش كانوا هذول اليهود يعلنوا إنهم مسلمين وبالباطن يخفوا ديانتهم اليهودية الأصلية؟ يهود الدونمة هذول بدأت قصتهم مع شخص اسمه سحبام بن مردخاي. فهذا الشخص أهله هاجروا من إسبانيا وهاجروا لدولة اليونان، كانت اليونان تابعة للخلافة العثمانية. هذا الشخص أبوه وأمه سووه حاخام، ولما كبر ادعى انه المسيح المخلص بالديانه اليهوديه، في حسب المعتقدات اليهوديه انه راح يجي اخر الزمان شخص المسيح المخلص وهو يبني دوله داود في منطقه فلسطين، تمام. فهذا الشخص صار يدعو لنفسه انه المسيح المخلص، وصار له اتباع، وصار له اتباعه كمان ينشروا دعوته، حتى انه صار في له اتباع ومردين عدد كبير شوي. فالان هذا الشخص لما كان يخاطب اتباعه او يكتب رسل لاتباعه كان يسمي نفسه بابن الله. كان لما يكتب كتاب أو يودي رسالة لأي واحد من أتباعه يوقعها ويكتب إنه ابن الله، وكان يعتبر نفسه المسيح المخلص وإله أتباع. فهذا الشخص جابوا الخليفة العثماني، كان أياميها اسمه محمد الرابع. فلما جابوا فقدموا للمحاكمة،
فقال له الآن إحنا بدنا نعمل عليك فحص، بدنا نرميك بالسهام، إذا أنك ابن الله عن جد راح تنجو وراح تسلم، وإحنا كنا راح الخلافة العثمانية كلها تآمن فيك، أما إذا ذبحت أو إذا ذبحتك السهام بتكون خلاص متت وكذاب متت. فهذا الشخص بن مردخاي قال لأ أنا كذاب وأنا الحكي هذا مش مزبوط وأنا كنت بدعي الحكي هذا، فالآن رفض السلطان العثماني حجته. فالآن بدنا ننوه لنقطة، إنه هذا الشخص بن مردخاي كانت لغته إسبانية والسلطان العثماني يحكي باللغة التركية، كان في بينهم مترجم. المترجم نصح هذا الشخص المدعي إنه المسيح المخلص، قال له إذا بدك ما بيذبحوكاش اعلن إسلامك. فقام الشخص هذا بإعلان إسلامه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وترك السلطان العثماني محمد الرابع. هذا الشخص بعد ما طلع شبطاي بن مردخاي بعد ما طلع حكى لأتباعه إنه أنا أسلمت بس سوريا ولكني معتقدي بعده يهودي، فأتباعه تبعوه كمان إنه صاروا يعلنوا إسلامهم ولكنهم بالباطن كانوا يهوديين الديانة ويهوديين المعتقد. الحكي هذا تقريبا كان سنة 1645، سنة يعني ما بين سنة 1645 وسنة 1650. واستمروا هذول الأشخاص اليهود الدونما، طبعا كان في يهود طبيعيين يهود يمارسوا حريتهم الدينية بكل راحة، ولكن يهود الدونما هذول الشخوص أتباع الشخص هذا شبطاي بن مردخاي صاروا يعلنوا إسلامهم ولكنهم بالباطن إنهم يهوديين الديانة، فبالتالي صاروا يتدرجوا بالحكم وصاروا يتدرجوا بالأمور السياسية خلال فترة 200 سنة. طيب هسه نيجي نرجع للوضع العثماني، لوضع الخلافة العثمانية بداية القرن التاسع عشر. مثل ما حكينا الخلافة العثمانية كانت تمشي على مبدأ الفيدرالية وإنه كل ولاية أو كل إقليم هو يدير نفسه بنفسه. فالآن طلع مجموعة من الشباب الأتراك المتعلمين والأطباء كان اسمهم جمعية الأتراك الجدد. هذه الجمعية نادت بتفوق العرق التركي ونادت بامتيازات للعرق التركي كونه عرق أفضل من جميع الأعراق، وانضم لهم مجموعة كبيرة من ضباط الجيش، وصار الجمعية اسمها هاي جمعية الاتحاد والترقي. جمعية الاتحاد والترقي هاي قدرت أنها تصل للحكم وقدرت أنها تعزل السلطان عبد الحميد الثاني وأنها تغير الدستور عام 1908. طبعا الآن الخلافة العثمانية اللي كنا نحكي مثل الفيدرالية وحافظة الحقوق الدينية وحافظة لكل مجتمع خصوصيته الثقافية، الآن صارت دولة تركية تنادي بسياسة التتريك، وصارت مركزية الحكم، وصارت تنادي بالطورانية. الطورانية هي نسبة إلى طوران، وهي منطقة جغرافية ما بين إيران وما بين الأناضول، وهذه المنطقة أو الطوران هاي اللي يستمد منها أو اللي انحدر منها العرق التركي. فالآن أصبحوا ينادوا بالطورانية وينادوا بتفوق العرق التركي، ومن أهم الأشخاص اللي أدوا إلى تجذير الطورانية بالدولة للخلافة العثمانية هو شخص اسمه مؤيس كوهين. هذا مؤيس كوهين كان من يهود الدونما وشجع الطورانيين والشباب الأتراك والجماعة الاتحاد والترقي إنهم ينبذوا جميع المجتمعات والدول الأخرى العربية وجميع الأعراق وإنهم يدعوا إنهم متفوقين عليهم. فالآن هذا الحكي كان بالخلافة العثمانية. الآن هسه نحكي عن الوضع السياسي اللي موجود بأوروبا. أوروبا هذيك الأوقات كانت القومية وصوت القومية والنداءات القومية يعلو على كل إشي، الكل ينادي بالقومية. أوروبا في هذيك الفترة يعني 100 سنة، لمدة 100 سنة كل سنتين يصير حرب بين مرة الصرب والكروات، مرة بين الألمان والفرنسيين، فكانت حروب دائما تخوم على القومية. وأكبر مشاكل القومية كانت تكون بوسط أوروبا في منطقة البلقان، وكانت هناك مشاكل ما بين الصرب والكروات والسلاف والبلغار والتشيك والسلوفاك، فدائما المشاكل القومية موجودة هناك. كانت في دولة اسمها صربيا، وهاي الدولة كانوا يدعوا انهم مضطهدين من الامبراطورية النمساوية، فقام شاب صربي باغتيال الارشيدوق او ولي العهد النمساوي. فلما اغتيل ولي العهد النمساوي قامت النمسا بوضع شروط ووضع التزامات على الصرب مثل احتلالها، والصرب رفضوا الحكي هذا. طب احنا الان حكينا انه اوروبا صار لها 100 سنة كل سنتين في عرق بتهاوش مع عرق ثاني وبتقوم حرب بين الناس، شو ليش هذا مثلا واحد صربي ذبح امير نمساوي؟ ليش صارت الحرب عالميه؟ ليش توسعت الحرب انها صارت عالميه تدخل فيها كل دول العالم؟ ما صار لهم 100 سنه بيذبحوا بعضهم زي هيك بوسط اوروبا وباوروبا، ليش هذا الامور تطورت وصارت حرب عالميه؟
تطورت وصارت حرب عالمية لأجل الأطماع الاستعمارية الكولونيزيشن. الأطماع الاستعمارية كان في دول استعمارية بأوروبا اللي هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهاي الدول كانت تفكر إنها توسع أطماعها توسع مستعمراتها. إضافة إلى ذلك كان قيصر روسيا نيكولاس الثاني وإمبراطور ألمانيا فيلهلم الثاني وملك بريطانيا جورج الخامس، هذول كانوا عيال عم جدتهم الملكة فيكتوريا، فهذول كان في بينهم تنافس على السلطة وتنافس على المستعمرات. فالآن بعد ما صارت الحادثة اغتيال ولي عهد النمسا، الآن اتدخلت النمسا وصارت بدها تهاجم صربيا. مين فاز على الجمهورية الصربية أو للدولة الصربية؟ اللي هم اللي كانوا داعمينهم سياسيا اللي هم الروس. الآن وقوف الروس ضد النمسا مع صربيا، وبالتالي دخول ألمانيا على الخط لأنها كانت من الداعمة للإمبراطورية النمساوية، خلى كل القوى بأوروبا تفتح عيونها على المخاطر والمشاكل اللي راح تصير على المستعمرات أو على خططها الاستعمارية. فبالتالي قامت الحرب العالمية الأولى. لما قامت الحرب العالمية الأولى، الخلافة العثمانية أو بالأدق الدولة التركية، لأنه هذيك النار كانت الخلافة العثمانية شبه منتهية وعازلين السلطان الحميد، الدولة التركية وقفت على الحياد، ما بدها تتدخل بالعرقيات والمشاكل اللي بتصير بوسط أوروبا أو والمشاكل اللي بتصير بالبلقان. ولكن اللي صار، تسربت وثيقة أو قدرت المخابرات التركية أنها تمسك وثيقة. هاي الوثيقة رسالة موجهة من السفير الروسي باسطنبول إلى من وزير الخارجية الروسي إلى السفير الروسي باسطنبول، إنه روسيا ستقوم باحتلال اسطنبول ومهاجمة الأتراك شو ما كان دور الأتراك بالحرب، إنهم شاركوا بالحرب أو ظلهم على الحياد، روسيا راح تهاجم تركيا. فبالتالي الدولة التركية أو الخلافة العثمانية انجبرت إنها تدخل الحرب حتى تدافع عن نفسها من الأطماع الروسية اللي كانت موجودة في بلادها. طبعاً فالآن إحنا مثل ما حكينا أول الحلقة إنه الدولة الروسية أو الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية العثمانية هم اثنين خسروا الحرب، لأنه الدولة الروسية عام 1917 قبل لا تخلص الحرب صار فيها ثورة اسمها الثورة البلشفية، وعملوا ثورة الشيوعيين على القيصر نيكولاس الثاني أو نيكولاس ريمونوف وقام وشلوه عن العرش. فبالتالي انهارت الإمبراطورية الروسية القيصرية وانهارت الإمبراطورية العثمانية، لأنه الإمبراطورية العثمانية لما دخلت الحرب مع روسيا القيصرية قطعت كل الإمدادات من أوروبا الغربية عن روسيا القيصرية. إضافة إلى ذلك في سبب ثاني، إنه تركيا أو الدولة العثمانية أو روسيا القيصرية هذول الدولتين كانوا يعتمدين على الزراعة، في حين أوروبا الغربية كان يعتمدين على الصناعة. فبالتالي أي دولة صناعية أو دولة مواردها بتكون صناعية، فبالتالي بتكون مواردها الاقتصادية ومستوى الدخل فيها أعلى من هاي الدول اللي بتعتمد على الزراعة. فبالتالي الدولة العثمانية وروسيا القيصرية كان دائما مديونات، لأنه الناتج القومي أو الدخل بهاي الدول كان يعتمد على الزراعة. ولكن الدول الغربية دول أوروبا الغربية لأنها كانت دول صناعية وتعتمد على الصناعة والدخول من الصناعة، فبالتالي كان عندها قدرة أنها تحدث جيوشها وتعمل جيوش أكبر، وأنه يكون لها قوة وسيطرة على الأوضاع السياسية أكثر بالحكاية. فبالتالي بدأت الحرب العالمية الأولى وبدأ الصراع وهاجمت ألمانيا فرنسا، مع أنه فرنسا كمان بداية الحرب كانت حيادية ولكنها هاجمت فرنسا، وصار في أحداث معينة راح نحكي عنها بحلقة ثانية أو بقعدة ثانية شو الأحداث والحروب اللي صارت فيها بعد الأوضاع السياسية اللي ذكرناها بالحلقة هاي. شكراً لكم على استماعكم.